شوية يا عبد الرحيم. صباح الخير متتبعي ومشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اسعد الله صباحكم باليمن والبركات. مباشر جديد من خميس بجعدة وخميس جعيدة، كيف تلاحظوا حاطين الرحال عند حداد اللي تيصاوب الصفيحة، السي عبد الرحيم المعروف مدينة بجعد اللي غادي يحكي لنا واحد شوية على هذه الحرفة ديال الصفيحة، كيفاش تصاوب الصفيحة، شحال من عام وقف الصفيحة، كي داير المضخود ديال الصفيحة، كي داير الأجواء ديال في الأسواق الأسبوعية بالنواحي ديال مدينة بجعد. السي عبد الرحيم صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ لاباس عليك. كي داير مع الصحة؟ قناة شوف تي في حطت الرحال عندك في السوق ديال خميس بجعد باش تحكي لنا وتقول تقربنا تقرب المشاهدين الكرام من اجواء ديال هذه الصفيحه، كيفاش تصاوب الصفيحه، كيفاش الاجواء، كاين شي مدخول ما كاينش؟ مرحبا سيدي. مدينه بجعد عندها حريفيه ديالها صناعيه، من ماشي غير الحداده اللي كاينين، كاين حداده، حجامه، خياطه، نجاره، كاين قلاله، كاين الحمد لله. المهم في مدينه بجعد منبوع في هذه الصناعات هذه، والحمد لله تعالى في هذه الحرفه هذه كنمارسوها واحد المده ديال شي 52 عام انا بعدا باش كنمارسها. والحرفه كنا في واحد الوقت كانت مزيانه، ولكن دابا الحمد لله عيات بزاف من ناحيه الجفاف ومن ناحيه الناس مساكن الفلاح، الله يكون في العون، ما حيلتهم للعدل، ما حيلتهم مساكن الله، الله سبحانه وتعالى يغيثنا ويعطينا الغيث ان شاء الله الرحمن الرحيم بالدعاء الناس المسلمين المؤمنين يطلبوا الله سبحانه عز وجل كما سيدي ربي يرحمنا بعدا كاين بالمطار اللي غادي ترحم هاد البهايم والناس وترحم هاد الامه. الله يجعل سيدي ربي يرحم هاد الامه. هاد الحرفه هادي كنمارسوها واحد السنين اللي هي طويله، وكنا كنمارسوها واحد العدد ديال الناس. الحمد لله دابا ما بقاش هذاك الشيء، بقاو مع ثلاثه الناس ولا اربعه الناس اللي بقاو فيها، لان علاش؟ عيات وما عندناش بديل، البديل ما عندناش، تربينا فيها وكبرنا فيها وعشنا فيها وعيشنا وليداتنا فيها، وحنا غاديين معها مره نصوروا مره ما نصوروش، مره كاين مره ما كاينش. الا كنا خدامين رحنا خدامين، الا كنا دايزين في الزنقه راه دايزه فينا الصداقه. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين في هذه الحرفه هذه. والسي عبد الرحيم اللي سولناك على الانواع ديال الصفيحه، شحال من نوع كاين فيها؟ الانواع فيها بحال الصبابر ديال بنادم، كاين النمره 26 حتى ل 50، حتى ل 55 نمره في النمره. حتى ال 55 حتى ال 55 كاين الخيالي، كاين الصفيحه الخياليه اللي تيكون بروتو، تيكون عنده صفيحه عاليه، تكون صفيحه يعني كبيره، دايره كبيره، وكاين الصفيحه اللي تكون عاديه ديال الناس الفلاحه وديال الناس، هذاك تكون فيها يعني الوان، صفيحه فيها هذا اللون، هذا اللون ديال الصفيحه البلديه، وكاين فيها الصفيحه هذه هي هذه الصفيحه الروميه. هذه ديال الخيول، ديال الخيول الروميه، هذيك كتسمى بحال الروميه، كتشبه عليها مقلده، مقلده بالروميه ديك اللي كتجي من برا مقلده بها. وكنخدموها حنا، كانوا كيخدموها خمسه ديال الناس، سته عاد كيخدموها، دابا اصبحنا ولينا كنخدموها واحد بوحدو كيخدم. لا ما بقاش يعني ولا فيها واحد الاقتصاد في العمل. سي عبد الرحيم، الحرفه راكم كبرتوا بها الوليدات، قريتوا بها، ديما الحرفه الى ما غنات كما تيقول الناتي الى ما غنات تتعيش. يعني بالتكداد، يعني بواحد صعوبات باش كيعيش انسان هاد الولادات، معيشهم بواحد الصعوبه، يعني محارم راسهم بزاف ديال الحوايج. ولا السوق هناك على خميس بجعد اش تقول لنا كي دايره الاجواء؟ خميس بجعد يعني سوق كبير، سوق كبير فيه جميع الالوان، جميع فيه كسابه، فيه فلاحه، فيه يعني سوق كبير، ماشي سوق ربما يقدر يكون هو الاول ولا هو الثاني في الاسواق من ناحيه الكبر. من ناحيه الكبر ومن جهات منين من الخنيفرة؟ من جهات منين من الخنيفرة؟ كيدخل ليه بنادم، سوق كبير يعني محترف، سوق محترف. كيف تتسمعوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، ونحن كما قلت في سلسلة مباشرة التي نقوم بها إلا نقربكم كمشاهدين لقناة شوف تي في داخل أرض الوطن وخارج الوطن من بعض الحرف ديال مدينة بجعد. من بعد كانت حرفة ديال أصحاب الجير، السدورات، الخياطة، اليوم حاطين الرحال عند الناس اللي تصاوبوا الصفيحة الحدادة، ومن بينهم السي عبد الرحيم المعروف عند البجعديين، عبد الرحيم مول الصفيحة وعبد الرحيم الحداد اللي معروف عند ساكنة مدينة بجعد، اللي الحرفة ديالو قالت لي كبرنا منا الوليدات قرينا منهم، هي الحرفه ديال الحداده ديال الصفيحه اللي حكى لنا وقربنا من الصفيحه. وكي داير المدخول سي عبد الرحيم اللي سولناك على المدخول ديال الصفيحه اش تقول لنا؟ المدخول بحال دابا واحد النهار كتقدر تصور حتى 6000 حتى 7000 5000، وكاين 4 ايام وخمس ايام ما تصور حتى ريال، 4 ريال هي الاخر ما تصورش، واخا مشيت للسوق اخر كاع ما تصورش. عندنا داك الشيء متنقي. قول انتوما
المدخول ديالكم مع الفلاح. صافي مع الفلاح. مع الفلاح يجيب البهايم ديالو، يجيب السكك ديالو، يجيب الصفيحه، يجيب فيسان، يجيب داكشي اللي عنده كاع داكشي ديال الرطوات، يجيب كلشي داكشي اللي عنده ديال الفلاحه كله كنخدموها ليه كامله. قال لما الفلاح دابا مسكين ولا عمريح، ما بقاش عنده قلة تساقطات مطرية الأخيرة اللي خلات الفلاح مسكين يعاني، والمعاناة ديال الفلاح كيف تلاحظوا هنا مازال الناس تخرج في التبن، واش حنا في البداية ديال فصل الشتاء والناس تخرج في التبن، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون أمطار الخير تهم على جل ساكنة المملكة المغربية، لأن المتضرر الوحيد هو الفلاح. المتضرر الفلاح والصنيعي اللي تابع ليه، الفلاح واللي تابع ليه، الحريف اللي تابع ليه بحال مثلا سودور او بحال الحداد او بحال هادشي اللي تابع ليه. كاع الحريفيه، كاع الحريفيه تابع ليه. كان الفلاح مسكين يبيع الحوليه يديرها في طريق الحيمات الصغيره ويدي الصرف في جيبه. دابا الفلاح تيبيع جوج بهايم ثلاثه بهايم ما تيدي حتى ريال. تيديهم 1000. تيدي معاه 1000. ما بقاش. يعني ماشي الفلاح حتى احنا ما بقيناش كنصوروا معاهم حتى حاجه والو. ولينا قاعدين انتم كتشوفوا الحاله ديالنا. دايزه فينا الصدقه ولينا جالسين بحال دوك اللي كيطلبوا. محريفي ضرب 50 عام وهو جالس مريح، ما خدام ما ردام ما حتى شي حاجه. ونطلبوا من الله سبحانه عز وجل ياكم يا سيدي ربي يسلك الامور بخير يا ربي امين. يا ربي بالرحمه ديالو يا ربي امين. كيف سمعتوا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، حطينا الرحال عند احد صنايعيه اللي تيصوب الصفيحه وحداد يصوب الصفيحه، عبد الرحيم المعروف من مدينه مشعد. تنتمنى من جميع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في بارطاجوا معنا المباشر. مرحبا سي عبد الرحيم. تنتمنى من جميع مشاهدينا الكرام بارطاجوا معنا المباشر، لاننا اليوم كما قلت سمعنا على لسان احد الحريفيه المعاناه ديالهم وهما هاد الحداده. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون امطار الخير تهم على هاد المملكه المغربيه، لان قال لك العيشه او المأول او المدخول ديالنا هو مع الفلاح. إذا صبت الشتارة كيف تشاهدوا، إذا صبت الشتارة الفلاح الفلاح تينشط، الفلاح تيفرح. قال لك احنا حريفيه راه تنمشيو مع الفلاح، إذا فرح الفلاح حتى احنا راه حنا تنفرحوا. سي عبد الرحيم شي كلمه ختاميه تقولها لنا المشاهدين. كنشكر القناه شوف تي في، كنشكر الاذاعه، كنشكر سي رشيد اللي هو مسكين بهذه المهمه اللي هي يعني محتاجين ليها بزاف. وكنطلب واحد الدعوه لسيدنا الله يجعل سيدي ربي يشافيه، والله يجعل سيدي ربي ينصرو، والله يجعل سيدي ربي يعاونو على هذا الجفاف اللي احنا فيه دابا اللي حاليا. وكنتمناو عند الله سبحانه وتعالى يتلفت لينا ويشوفنا حنا رحنا لا اله الا الله محمد رسول الله. ونعطيكم النمره ديالي اللي هي 06 43 42 85 43، اللي بغى يتصل بيا مرحبا به. شكرا سي عبد الرحيم. كان معنا احد الحريفيه ديال الصفيحه كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، ونحن كما قلت دائما في السلسله المباشره التي نقوم بها لنقرب جل المشاهدين الكرام داخل هذا الوطن وخارج هذا الوطن من بعض الحرف ديال الصناعه التقليديه مدينه بجعاد. كما قلت حطينا الرحال عند حداد عبد الرحيم المعروف مدينه بجعاد. شوف ما يعطيكش هو هادشي، ما يعرفش ليه، ما يعرفش ليه، وعا بحال بغا تصورو صافي ما تناقش معاه انا هو. السلام عليكم والعياشي، كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني كي داير مع الصاحب؟ تحكي لنا واحد شويه على هاد الحرفه ديال الحداده. مشغوله ما تعرفش الطريقه كيفاش تخدم. ما غاديش دير كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، هذه هي الطريقه باش يصوبوا الصفيحه. هنا كما قلت حطينا الرحال داخل العياشي معروف تا هو مدينه بجعد. كل ما سولتي على العياشي كل ساكنة مدينه ابي الجعد او حداده او صدورات ديال مدينه بجعد تعرفوا العياشي. هذه هي الطريقه ديال كيفاش يركبوا الصفيحه للحمير للبغال للخيول. الله يعاونك بالعياش. الله يعاونك. الى هنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في غادي ننهيو المباشر ديالنا، فالى اللقاء الى مباشر لاحق.